عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو هنشوف مع حضراتكم تجربة على أشجار الحمضيات، إزاي أن أنا أستفاد من السرطانات في عملية تزهير أو عملية تقوية الشجرة بتاعتي. عادة بنذكر في كل الفيديوهات أن احنا لازم نشيل السرطانات وما نتركش السرطان في الشجرة بتاعتنا. كان الوضع هنا مختلف وطرقنا السرطان زي ما حضرتك شايف. الشجرة اللي على اليسار أسمرت والشجرة اللي على اليمين ما أسمرتش، فبالتالي تركنا الشجرة بالكامل والسرطانات كبرت بنفس الوضع زي ما حضرتك شايف. هنا السرطان كبر وتغلب على الشجرة وتفوق على الشجرة. هنا السرطان بهذا الوضع وبهذا الحجم لو شلته كل الغذاء وكل المية وكل السماد اللي بيروح على السرطانات بالكامل هيتوجه للشجرة اللي هي الفرع الرئيسي أو الفرع الأساسي بتاعي. ده اللي احنا هنشوفه مع حضراتكم في الفيديو. هبدأ أزيل كل السرطانات وكل الأفرع العقيمة والأفرع اللي متوقفة عن النمو والأفرع اللي ناشفة بنفس الطريقة، وهخلي الساق الرئيسي بس للشجرة بتاعتي. هسمد الشجرة بنفس الطريقة اللي شفناها في أكثر من فيديو عشان ما نضيعش وقت الفيديو وعشان الفيديو ما يكونش طويل. هسمد الشجرة بنفس الطريقة اللي سمدناها قبل كده، وهرجع لحضرتك بعد الفاصل نشوف النتائج. هنا ما شاء الله الشجرة بتاعتي النمو الخضري أصبح أفضل من الأول، ونموات جديدة وبراعم جديدة وتزهير جديد. هنا الزهرة ما شاء الله والنموات والبراعم الجديدة. طبعا نتيجة استخدام السماد العضوي هيظهر عندي الحشاش. هشيل الحشاش وهقلب سطح تربة القصيص، وهرجع مرة تانية أفحص الشجرة بتاعتي. كل الأفرع اللي ظهرت عندي هخليها، وكل الأفرع اللي ما ظهرتش هقصها واشيلها. لو سيادتك زارع الشجرة في حديقة المنزل فبالتالي مش هتشيل الأفرع اللي ما ظهرتش، لأنها طبيعي هتظهر تدريجيا والشجرة كلها هتظهر. أنا هنا بالنسبة لي هكتفي بالمجموع الزهري اللي ظهر عندي والأفرع اللي ظهرت، وهشيل باقي الأفرع عشان أخفف عن الشجرة بتاعتي وأقدر أوصل لإنتاج جيد ومواصفات ثمرة جيدة. كل الافرع اللي ما ظهرتش، كل الافرع اللي ما طلعتش ظهر هشيلها، وهترك بس الافرع اللي ظهرت بنفس الطريقه. هحافظ باستمرار على شجره الليمون او البرتقال او الحمضيات بتاعتي اثناء فتره التزهير على انتظام الري وعلى الشجره من الهواء والرياح والعواصف. هنا ما شاء الله الزهر جيد، وضع التزهير ما شاء الله ممتاز، وزهر كثيف وزهر غزير، وضع الزهر ما شاء الله جيد جدا. ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم عن عمليه عقد الازهار و عملية الإسمار والإنتاج. هستمر على تقليب سطح التربة باستمرار وإضافة السماد العضوي. كل ما تتحلل الدفعة اللي أنا ضفتها هرجع أضيف دفعة تانية في الصيف وفي الشتاء، مفيش مشكلة. المهم إن أنا أضيف كميات قليلة وأخليها بعيد عن جذع الشجرة. أتمنى من الله أن يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة. أتمنى إن الجميع يكون استفاد. ولا تنسوا زكاة العلم تبليغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.